اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف من هم على فراش المرض يئنون وبأجسادهم يتألمون. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الراحمين. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض، وارزقها الشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم بشرنا بشفاء أحباب لنا تحت رحمتك، اللهم يرجون شفاءك وعافيتك. اللهم أيقظ كل مريض على صحة ينسى بها أوجاعه، وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم يا من شفيت عبدك أيوب وكشفت ضر عبدك يعقوب، اشف كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض. اللهم أرح ثم هون ثم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها. اللهم اشف كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا كاشف الهم ويا مفرج الكرب ويا مجيب دعوة المضطرين ويا قاضي الحاجات، سألتك ربي يا سامع الدعاء ورافع السماء ودائم البقاء وواسع العطاء، ومن ذكر اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته هناء، أن ترفع عنا كل بلاء وتدفع عنا كل شقاء، وأن تحيينا حياة السعداء، وأن تكتب لنا من كل داء شفاء، وأن ترزقنا عيش الكرماء، وأن تحمينا من غدر السفهاء، وأن تحشرنا مع الصديقين والأنبياء.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.